السلام عليكم ورحمة الله. بإذن الله في هذا المقطع راح تفهم بكل بساطة وبكل اختصار طريقة عمل المحرك من الداخل. طبعا المقطع هذا يعتبر تجريبي لأني توي جايب السبورتين هذولي. أتمنى أن ستايل القناة بالطريقة هذه يكون أفضل وأوضح للناس اللي تتعلم. طيب راح نتكلم عن جذور المحرك، كيف بالضبط يولد لنا قوة تخلي المروحة تدور وتولد قوة ثرست أو قوة دفع أمامي بشكل عام. في 4 خطوات أي محرك اللي هو مروحة لازم يمر بهذه الخطوات عشان يولد قوة ثرست أو قوة دفع أمامي. حط في بالك أن الخطوات اللي راح اشرحها هذه كلها تصير الاربعة في خلال اجزاء من الثانية فقط، جدا سريعة. فخلينا نقول انه بنسوي سلو موشن او حركة بطيئة جدا لطريقة عمل المحرك، كيف بالضبط الاربع مراحل هذه تتم بالتتالي، فبالتالي تعطينا قوة دوران هائل للمحرك. مرة ثانية راح ابسط الشرح، ممكن ما يعجب البعض ولكن هذه هي طريقتي في الشرح. اول شيء نتكلم عن السلندرز. السلندر هو عبارة عن زي الحاوية تخزن فيه هواء ووقود. الهواء والوقود هذول لما يتخزنون نقدر نضغطهم عشان نرفع حرارتهم، فلما ينفجرون يدفعون الشيء اللي قاعد يضيق عليهم من تحت يدفعونه الى الاسفل، وهذا اللي يندفع للاسفل يكون مربوط بمثل عمود ثاني افقي مع نزول البستن تدور بشكل افقي، ولما تدور بشكل افقي يكون مشبوك فيها بالامام المروحه، فمع دورانها المروحه تدور. طيب عشان نبسط الشرح هذا اكثر واكثر ابغى اعطيك هذه، ابغاك تتخيلها هي القطعه اللي متثبت عليها المحرك من الامام. فلما القطعه هذه تدور بالشكل هذا المحرك اللي بالامام ايضا يدور معاها بحكم انه متصل معه. طيب لو قلت لك الان ابغاك تخلي القطعة هذه تدور بالشكل هذا بدون ما تستخدم يدك، ابغى اعطيك بس القطعة هذه، كيف راح تكون الفكرة؟ هل راح تدفها من وراء؟ لا، الامام لا، ما في الا طريقة واحدة وهي انك تخلي القلم هذا بالطريقة هذه مع القطعة اللي معها المحرك. فلما نحرك القطعة هذه بالشكل هذا يدور معانا القطعة زي ما انتم شايفين. وش اللي يخلي القطعة هذه تتحرك بالشكل هذا فبالتالي تسبب الدوران؟ ممكن نوصل لها بنفس الفكرة هذه باننا نسبب اشتعال من الاسفل هنا بقوته يدفع قطعة للاعلى، وسبب انها متثبته مع القطعه حقت المحرك تدور معاها. كيف تتم الخطوات الاربعه الاساسيه اللي تكلمنا عنها هذه؟ اول خطوه الانتيك، هي مرحله استلام الهواء والوقود مخلوطين مع بعض. الخليط هذا داخل السلندر، عشان ما يطلع لازم نسكر الصمامات اللي دخل منها، فلما يتقفل خلاص الخليط هذا ينحبس جوات الحاويه او السلندر هذا. ننتقل الخطوه اللي بعدها، زي ما نشوف الان صار الخليط محبوس بالداخل، الصمامات كلها تقفلت. نبغى الان عشان نولد قوه الانفجار هذه حقت الخليط هذا فبالتالي يعطينا قوة دوران، وش نسوي؟ نضغط الخليط هذا. كيف نضغط الخليط هذا؟ نضيق المساحة اللي هو فيها، فالكثافة حقته تزيد والضغط عليه يكون جدا عالي. فتخيل معاي انه البستن هذا، شوف كيف هو الان نازل، راح يرتفع فيضيق المنطقة اللي بيكون محبوس فيها الخليط هذا. البستن نازل يطلع هنا لفوق، صارت الان المنطقة جدا ضيقة، ترتفع حرارته، يرتفع الضغط عليه، وبعد ما تكون حرارة الخليط هذا مرتفعة والضغط عليه مرتفع، تولد السبارك بلاك، شرارة تزيد ايضا في الحرارة الى درجة ما يقدر يتحملها الخليط فينفجر. فلما الخليط اللي بالمنطقة الضيقة هذه ينفجر، البستن هذا اللي ضيق المنطقة عليه راح يضطر انه مع الانفجار هذا قوة ضغط معاكسة قوية تدف البستن هذا الى تحت فيرجع للمكان الاصلي حقه. بعد ما تتم عملية الدوران هذه اللي شرحناها قبل شوي، صار الان لازم نفضي البستن او الحاوية اللي فيها الخليط هذا بحيث انه نستلم خليط جديد ونكرر العملية مرة ثانية عشان عملية الدوران تستمر. وش راح يصير؟ في صمام ثاني اسمه الاكزوست فالف، وهو على اليمين بالرسمة هذه زي ما نشوفها هنا، حق اخراج الخليط هذا، راح يفتح فبالتالي يضطر ان الخليط هذا يطلع الى الاكزوست سيستم، وهذا سيستم ثاني راح اشرحه في مقطع اخر. بعد ما الخليط يطلع وخلاص البستن يصير فاضي مره ثانيه كما بدانا بالضبط، نرجع للمرحله الاولى اللي هي هذه، راح يفتح صمام هذا زي ما نشوفه فتح هنا، وصمام الاخراج راح يقفل زي ما قفل هنا، ونبدا نستلم خليط جديد مره ثانيه ونعيد الكره الين الطيار يقفل المحرك. هذه هي ببساطه طريقه عمل المحرك، قد ما اقدر بسطتها لكم. اتمنى المقطع افاد الجميع باذن الله، راح ابسط كونسبت او نماذج ثانيه في الطيران عشان الكل قد ما اقدر يستفيد. اتمنى المقطع افادكم مره ثانيه، اشوفكم في المقطع القادم باذن الله، مع السلامه.